you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. ايه نورة، ايه الاخبار؟ كويس. عامله ايه؟ وحشانه والله. وانت كمان. سامع النهارده ان انت عامله حاجات ضرب نار. عامله ريد ضرب نار، يعني حاجه جامده وحلوه. عامله ايه بقى؟ عامله ريد فيلفت التورته دي. كيكه حمراء كده، وعامله بسكوت كوكيز بالبيتراك بالتمر الهندي. بيتراك تمر هندي حطها على الكوكيز. والريد فيلفت دي مستخدمه فيها ايه بقى؟ عملت دي حاجات كتير قوي. حاجات كتير قوي هنقولها. دي اسرار كتير. اسرار بس انت، لا انت في الاول في الانترو تقعد تقول لك اسرار اسرار اسرار، نيجي نشتغل تروح قايله كل حاجه انت طيبه. شوف شوف منوراني والله النهارده. النهارده عندنا نوره في المطبخ عاملين لنا صنفين حلويات ان شاء الله ينولوا اعجابكم. بعد كده عندنا فقره هنتكلم فيها في الحقيقه عن السيراميك واختيار السيراميك، وايه اللي يليق على البيت المودرن وايه اللي يليق على الكلاسيك، وهنقول لكم نصايح كتير قوي عن السيراميك والبورسلين والاحجار كمان. ولازم تتفرج على الفقره دي لو سمحتي. ابد دهب بالظبط. والنهارده بتشرفنا من ابد دهب مهندسه الديكور استاذه سلوى ثابت. يا اهلا وسهلا ازيك يا سلوى. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام. شرفانا ومنورانا. تاني مره التقي بيك، المره اللي فاتت لغيت وانا عندكم في ابد دهب بتاع الايجاب دي. قولي بقى النهارده هنتكلمي على ايه وهتعرفينا ايه عن ابد دهب؟ هنتكلم عن البرنامج 3 دي ديزاين، وازاي احنا بنستغل كل حاجه لصالح العميل ونحسسه ان كل حاجه متاحه ان احنا نعملها في اي وقت وباقل امكانيات وباقل. ايه 3 دي ديزاين يعني؟ يعني هنقدر نعمل التويليت قبل ما يوصل السيراميك اصلا، نقدر نعمل كل حاجه نوروها للناس على الكمبيوتر قبل ما يشتروها وكده عشان تبقى يبقوا مقتنعين بيها اكتر. طبعا. انت النهارده مشرفانا ومنورانا سلوى ثابت مهندسه ديكور، وهتعلمنا ازاي ننقي السيراميك. بعد كده نلعب شويه رياضه والحركه بركه مع كابتن محمد هاني. النهارده يا جماعه جاي عامل فورمه كل السواحل مش ساحل واحد يعني. اتفضل حضرتك. معقوله؟ تنور. يلا تنور. انت ايه الاخبار؟ ارتم. طبعا انت اجزاء كتير. كل حته فورمه شويه. حته بحاول. في حته الساحل الشمالي، وفي حته ساحل البحر الاحمر، وفي حته يعني وفي حته قناه السويس الجديده كده يعني. الكلام عن ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم عن الكور تريننج. ده اللي هو ايه حضرتك؟ الكور تريننج دوت بتبقى عضلات البطن مع الظهر، بس هنعملها بشكل غير تقليدي شويه. اوكي تمام. انا خلاص بقى رمضان داخل، نلحق نشد نفسينا شويه عشان كده كده اللي هنعمله هنبوظه في رمضان. ده اكيد. بس انت كويس ان انت عارف الناس هتعمل ايه. شوف انا اول واحده بوظ. انت اول واحده بوظ. انتوا واخدين بالكم من لما بيطلعوا علينا احنا الاثنين جنب بعض؟ بصوا الفرق يعني. بص حضرتك ده ينفع؟ انا اهو كده تمام كده يا عم. انت ده انا فاكرتي. حرام عليك. الله اكبر. مش عايزين نقول على طيب. محمد هاني معانا في الفقره الثالثه، بعد كده الفقره الرابعه زي كل يوم حد بتكون فقرة بشرتي برعاية أفان، وبتشرفنا وتنورنا فيها أستاذ دكتورة منى سبع عضو الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والتجميل. دي فقراتنا النهاردة. جاهزين للفصل؟ جاهزين. هتعمل لنا أكل النهاردة؟ تعمل دايت؟ للأسف عامل دايت. عامل دايت. أنت عاملة دايت؟ ما انت هتعملي دايت تروحي فين اصلا؟ فهي اللي هتاكل التورته شكلها. هي سلوى جايه طمعانه في التورته بتاعتك. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم بترتيب الفقرات. اول فقره مع نوره في المطبخ، بعد كده فقره سيراميك ابد دهب مع مدرسه الديكور سلوى ثابت، بعد كده نلعب رياضه مع كابتن محمد هاني، بعد كده نختم مع استاذه دكتوره منى سبع فقره بشرتي برعايه افان. خليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مره ثانيه. احنا على مباشره اي حد عنده سؤال او استفسار يتصل بينا على كل ارقامنا التليفونيه اللي بتظهر على الشاشه، او يتواصل معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ساعه مع شريف. واللي مش بيلحق الفقرات ممكن يتابعنا من خلال اليوتيوب شانل ساعة مع شريف. النهارده عندنا في المطبخ اطباق حلويات جامده جدا، والنهارده بنرحب مره ثانيه بنوره اللي مشرفانا. نوره اهلا وسهلا. ازيك يا نوره؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام. ازيك يا استاذ حسين؟ فكرينا تاني كده سفرتك فيها ايه يا نوره؟ عاملين كيكه الريد فيلفت. دي كيكه حمراء، وعاملين بسكوت كوكيز بفيتراك. دي كيكه سبونج كيك ولا كيكه ايه؟ يعني شبيهه شويه يعني شبيهة شوية. بس هي برضه بتفتفت نفس الفتفته بتاعت اوكي. وهنا في ايه بقى؟ ده الكوكيز. دي كوكيز بفيتراك بالتمر الهندي عشان رمضان. حلو قوي ده، يبقى لطيف جدا. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالكيك. بالكيك الريد فيلفت كيك. يلا اتفضل. لا انت قولي يعني. اوكي. 1.5 كوب زبده، 2.25 كوب سكر، 3 بيض، 1.5 كوب لبن رايب، 2 كيس فانيليا، 2 معلقه كبيره خل، 1 معلقه كبيره لون احمر، ربع كوب كاكاو خام، 3 كوب دقيق، 1 معلقه كبيره بيكنج باودر بيكربونات صودا، 1 كيس بيكنج باودر. الحشو 1.5 جبنه كريمي، 200 جرام كريمه لباني،
نص كوب كريم شانتيه، نص كوب سكر بودرة. هنقول تاني، 1.5 كوب زبدة، 2.25 كوب سكر، 3 بيض، 1.5 كوب لبن رايب، 2 كيس فانيليا، 2 معلقة كبيرة خل، 1 معلقة كبيرة لون أحمر، 1/4 كوب كاكاو خام، 3 كوب دقيق، 1 معلقة كبيرة بيكربونات صودا، 1 كيس بيكنج باودر، الحشو 1.5 جبنة كريمي، 200 جرام كريمة لباني، 0.5 كوب كريم شانتيه، 0.5 كوب سكر بودر. اوكي يلا نشتغل. بس كده. ايه بقى؟ هنضرب الزبدة. عايزين بقى التفاصيل التفاصيل. اه التفاصيل التفاصيل. التفاصيل التفاصيل. شفت من اولها الزبدة مش راضية تنزل. عشان تفاصيل التفاصيل. اوكي. زبدة. يستحسن ان الزبدة تبقى في حرارة المكان يعني. زي ما هي كده. اه ما تبقاش لسه طالعة من فريزر بقى وكده. عشان تضرب معانا على طول يعني. اوكي. هيضرب الزبده، لازم تقلب كريمي شويه معانا يعني، مش نضربها بس دقيقه كده وخلاص. لغايه ما تبيض يعني، لغايه ما تبيض، لغايه ما تبيض، لغايه ما تبيض شويه. احنا بنعمل كده علشان الزبده لو ما ضربتش كويس بتعمل ميه في الزيت. تنزلي عليها ايه بقى؟ هتنزلي عليها ايه؟ هنزل عليها السكر بس هضربها بس دقيقة. اوكي كده ضربنا الزبدة بقت كريمي. نزلي السكر كله. ها؟ نزل السكر كله. أوكي. حسين نضرب بالراحة بقى عشان يتقلبوا كويس. هنعمل 2 خليط، خليط فيه خل على كاكاو على اللون الاحمر. خليط فيه ايه؟ خل وكاكاو ولون احمر. ده هو اللي هيدينا اللون الاحمر ده. اوكي اوكي هنقلبه كويس. ايه كميات قد ايه بقى؟ دي 2 معلقة كبيرة لون احمر، و1/4 كوب كاكاو خام، و3 معالق كبيرة خل. دوس وقت ما يوصل للون الاحمر. اوكي. هتنزليها على الخليط ده؟ هتنزليها على الخليط ده؟ هنزلها. هحضر 2 خليط، خليط اللبن والبيض وخليط اللون ده. كده اللون جاهز. عندي خليط اللبن والبيض. ده اللبن الرايب. لبن رايب. حطينا عليه عايزة مضرب البيض. لا مش مستحيل، هو بس لغاية اما دول بس يضربوا شوية مع بعض. اوكي كده ضربنا السكر مع الزبدة. لمهم بس كده. مهم جدا الخطوه دي عشان ما يبقاش شويه جوه معمولين وشويه لا. المفروض نضربهم اكتر بس عشان مش عندنا وقت يعني. المفروض نضربهم 3 دقايق ولا حاجه. اوكي يبقوا كريمي كده شويه. هنزل عليهم دلوقتي اللبن والبيض. اللبن والبيض. اوكي هتضرب. هضرب اي سايل بقى. نضرب بالراحه علشان ما يتوجعش الدنيا. بس اما الكتله تسخن شويه. كده حطينا زبده وسكر. زبده وسكر مع بعض. بعد كده حطينا خليط اللبن رايب والبيض. ما ينفعش لبن عادي عشان هي اوريدي كيكه بتفتفت. احنا عايزين كل ما هو بيخليها اسمك، عشان كده حطينا بيكربونات صودا وحطينا بيكنج باودر. دلوقتي اللي هما مع الكاكاو كله هيضرب ايه؟ دلوقتي مع الكاكاو بيكربونات صودا وايه؟ حطينا هنا لا الكاكاو حطينا لون احمر وكاكاو وخل. وخل ما امتى حطيتي البيكربونات صودا؟ لا لسه. لسه. لا انا بتكلم في المكونات. هتنزلي ايه بقى على الخليط ده؟ هنزل الدقيق بس يضربوا بس سنه كده. اوكي هنزل بعد كده الدقيق. هنزل الدقيق مره واحده ولا حبه حبه؟ لا مره واحده. مره واحده. اوكي اللي اخترع الحلويات دي عبقري انه قاعد اختراعات.
الاختراعات والحاجات دي معموله من زمان جدا، من عشرات السنين، ما كانش فيه لا مضارب ولا حاجه. وايه البتاع ده؟ بيكربونات صودا. بيكربونات صودا قد ايه؟ وبيكنج باودر، حطيت كيس بيكنج باودر ومعلقه بيكربونات صودا كبيره. اوكي، ودي ايه كان قد ايه؟ 3 كوبايات. اوكي، هي الفكره ان الحلويات تحس ان هي يعني ازاي خل مع حاجه حلوه. الحلويات فيها فن طبعا يعني. لا الحلويات فيها فن اكتر من الحوادق بكتير. هزود الفانيليا، المفروض الفانيليا بتزود بعد البيض على طول، انا نسيتها. شكلها حلو قوي التورته على الشاشه بصراحه. هي لسه كده بيضه، اول بقى ما نحط اللون هتقلب معانا لون تاني خالص. هتحطي ايه دلوقتي؟ هحط بقى اللون. بص هي كده اللي هو الكاكاو كده احنا ضربناها صح. اوكي، في حاجه تانية بتتحط هنا ولا خلاص؟ لا خلاص كده كاكيك خلصت. طب كويس، لسه بقى الحشو. اوكي، ده كان كاكاو ولون احمر وخل بس كده. وهيتضربوا ضرب، هنضربوا ضربه واحده. هتغمق بقى شويه، هتغمق شويه، هتغمق، هتبقى حمرا. اوكي بس كده، كده الكيكه بتاعتنا خلصت. تخش الفرن قد ايه؟ فظيع لونها فوشة. بتخش الفرن قد ايه؟ بتخش ساعة الا ربع على 180 دقيقة، على 180 درجة. 45 دقيقة، ايه رأيك؟ 45 دقيقة على فرن درجة حرارته 180، لونها حلو جدا. هتتقسم بقى المقدار ده، هيتقسم على صينيتين، صينيتين علشان يطلعوا معايا ارتفاع. والناس اللي مش بتعرف تقسم الكيك كده، بنقسمها ازاي؟ اوكي، لونها قوي جدا. حقيقة بس دي ما كانتش الناس بتاكلها زمان عندنا في مصر، مش عارفه ليه مره واحده انتشرت. ما حاجات كثيره في الحياه ما كناش عارفينها، خلي بالك. برامج الاكل اللي بقت منتشره دلوقتي والمجلات، وزي مجلات حضرتك نعم. كده. انت بتلخبط كده. لا بس فعلا يعني ما كانتش الناس عندنا المطبخ تطور والناس تطورت، الناس بقت عارفه حاجات كثيره. انا شخصيا في اكلات كثيره قوي ما كنتش اعرفها، بقيت اعرفها بعد ما اشتغلت في حاجات ليها علاقه بالاكل. ايوه، هتسيبيها ترتاح شويه ولا تدخليها الفرن على طول؟ لا بندخلها الفرن على طول. اوكي، بس لازم بس نسويها كده، العجينه لازم نساوي كده واحنا بندخلها، لازم نتاكد ان كله مستوي علشان ما يبقاش حاجه اعلى من حاجه. اوكي، شكلها حلو جدا جدا جدا، بتطلع حلوه قوي يعني، هي ما بتاخدش وقت بضربها كمان يعني. بس في حاجة بقى، احنا بنعرف دلوقتي الاتنين قد بعض ولا لا، ان بنعمل كده كده وصلت لغاية الخط كده بقى. وصلت الاتنين بقى قد بعض. اوكي بس اوكي، ماشي، ندخلها بقى الفرن. انا عايزة العجينة تاني. هجيبها لك. انت هتعملي فيها الكريمة. الكريمة اوكي، كده هتقعد قد ايه؟ قلنا 45 دقيقة في درجة حرارة، في درجة حرارة 180. طيب لغاية ما نجيب لك العجانة وتحضري مقادير الحاجات بتاعتك، هنشوف أغنية ونجيلك. أوكي، مش ونجيلك ونجي لكل الناس. هنشوف أغنية النهاردة. أنتوا محضرين لنا إيه قلت لي النهاردة؟ ها؟ محضرين أغنية إيه؟ حد هلو لا أغنية هلو للايلاند ريتشي. طيب نشوف الأغنية ونرجع لكم. سلام على جمال ورقي الاغنيه. قبل بس ما ارجع للنوره، خلوني بس اقول لكم على حاجه، ان احنا على مدار الشهر ده ان شاء الله معانا منتج محترم جدا وانا بحبه وبتبسط قوي بيبقى معانا في البرنامج، هو منتج فيتراك، شربات فيتراك، وهنستخدمه دايما وكل يوم هنعمل لكم حاجات مختلفه بفيتراك، المشمش وتمر هندي والمانجا وكركديه، وكمان في حاجه حلوه قوي فيتراك عاملها لنا وبيخصنا بيها، كل يوم خميس في الحفلات بتاعه اصحابي الصغيرين هيكون معانا لعبه السلم والتعبان، هنلعب مع بعض السلم والتعبان في الفقره، وهيبقى فيه جوائز وحاجات لذيذه قوي لصحابي، وهنعلمكم حاجات كتير قوي تعملوها مشروبات وماكولات
تعملوها خاصة بشهر رمضان وبالصيف، حاجات حلوة قوي للصيف والشهر رمضان الكريم. مرة تانية نرجع لنورة، وإيه بقى؟ هنعمل الحشو الكريمي. أوكي، اللي هو إيه بقى؟ نستخدم جبنة كريمي. أوكي، ونحط كريم شانتيه. جبنة كريمي وكريم شانتيه مع بعض. قد إيه وقد إيه؟ هقولك، هنحط عبوة كريمة لباني للحلويات صغيرة 200 جرام، وهنحط كوب ونص جبنة كريمي، ونص كوباية سكر بودرة، ونص كوباية كريم شانتيه خام. كريم شانتيه باودر، يعني يستحسن يكون خام مش اللي هو الاكياس اللي اوكي بيتبقى. وده ايه؟ دي الكريمة اللباني، بنحط كله كده نضربها. اوكي حسين، اوكي اوكي بس هو بقى بيتضرب. فكريني عملتي ايه من الاول وحطيتي ايه في المضرب ده؟ هقول لك حاجه، اول حاجه عملنا الكيك، ضربنا الزبده. لا لا قصدي اللي بيتضرب دلوقتي. خلاص اوكي، دي حطينا كريمه لباني مع كريم شانتيه مع سكر بودره مع بيكربونات. وين في كريمة لباني؟ لا لا ما حطيناش بيكربونات، حطينا سكر بودرة وكريم شانتيه وكريمة لباني وكريم تشيز وكريمة لباني كريمة لباني وجبنة كريمة. أنا البيكربونات أكلة دماغي. أوكي بس كده الهواء. بص هتطلع ماسكه نفسها قوي بسرعه جدا. فظيعه. سهله قوي صح؟ مش عارفه ليه بيقولوا المطبخ صعب. لا هو المطبخ صعب والحلويات صعبه، معلش. انت شايف دي صعبه؟ لا مش سهله طبعا، هي خطواتها كتير جدا. انت زهقت منها ولا ايش؟ لا جدا طالعه من قلبك قوي. لا بس هي التورته مش سهله. هي التورته مش سهله شويه. طيب حسين بقى تاخد ده عشان لسه هنضرب بيه حاجه، تعملوا لنا بسرعه لو سمحت عشان حضرتك تزوقي لنا التورته بتاعتك. دي اهم حاجه دلوقتي. جري يا حسين بصراحه. هي هتطلع بقى معانا بعد ما نطلعها من الفرن تطلع كده. اوكي. عندنا تو لايرز، طبقتين. انا ظبطاهم قد الطوق ده. قد الطوق، بس المفروض لو اكبر سنه تطلع معانا فتافيت كده زي اللي انا بطلعها من الجنب. هي دي اللي انا بزوق بيها الجنان، بفتفش كده بزوق بيها الجنان. اوكي اوكي نعمل كده. يعني لو ناخد حته لاير كده بالسكينه نروح مفتفتينها وعاملين بيها الجناب ومن فوق. اوكي ده بقى الحشو بتاعنا اللي هو ال الجبنة الكريمي مع كريمة اللباني والسكر البودرة وكريم شانتي باودر. اوكي بس هو يعني لازم نستخدم يا اما الصواني اللي بتتفتح من الجناب يا اما الطوق ده علشان يطلعوا بسوا واحد. هو المفروض بقى بعد ما احط اللير التانية الطبقة التانية احطها شويه في الثلاجه عشان التشيز تمسك معايا ما تفرلش مني. اوكي وهتحطي من فوق كريم تشيز برضو؟ هحط من فوق كريم تشيز برضو. حلوه الكيكه دي، ممكن احط جواها فاكهه على فكره. ممكن فراوله. ليه؟ بالمره يعني احمر فاحمر. لا حاجه جميله هنا. انا اصلا بحب اللون ده قوي. عايز اقول لك ان رأيي بيحب الكيكه دي. ميرسي يا حسين. هتروح ايه من فوق مدي كريم تشيز وتخش الثلاجه تاني. خد قد ايه لو مش عاجبنا المنظر اللي فوق ده؟ ممكن نقلب يعني. اوكي لا مش حاسس ان انت هتغطيها بالكريمه اصلا، مش حبان. انت بتشيل الطوق الاول؟ بشيل الطوق بقى عشان ازوق. اوكي تطلع كده. هتروحي مجلساها كلها؟ مجلساها بالكريمه. واو دي حاجه لطيفه خالص. اروح ماسكه الطوق ده وحط ده فوق ده عشان اكون براحتي كده.
عشان تعليها عشان تملوكي. فكرة بقى هنا ان احنا نعمل كده بايدينا. هي طبعا لو قاعدة شوية التشيز هتمسك نفسها. مفروض تبقى عارف. انا عارف بس هو عشان تسقط من الجناب. هتسقط من الجناب كده. اوه انا بحب الكيكات والتورت لما تبقى عامله كده شكلها عشوائي كده تحس انها بيتي اكتر فما بحبهاش تبقى منمقه زياده عن اللزوم. بس انت هتنمقيها دلوقتي. انا هنمقها بس هو الفكره انه التشيز لازم ترتاح يعني عامه في البيوت لما نعملها بقى نريحها شويه عشان تمسك نفسها عشان احنا ضربناها وغلفنا بيها على طول. ما نشدش جامد يعني محتاجنا كريمه نخليها هي تنزل من نفسها كده. ونروحي لفه السباتيول دي حوالينها بقى صح؟ عايزه برضه اوريهم طريقتها. تقلقش تقلقش. ساره كانت هتعيط دلوقتي. لا لا. هتغطي كل ده بقى بالبواقي الكيك ها؟ بس هوريهم بس حته واحده عشان وقتنا عشان نحمل بسكوت. ده حقيقه. ورينا بقى الناحيه اللي خلصت عشان الوقت عشان لسه هنعمل كوكيز فيتراك. اوكي هتشيليها ولا ايه؟ اوكي نفتفت كده. تروحي ضربه في حسين. ممكن تشيلها البتاع اللي قدام دي. نعمل كده. الله الله. عادي بقى اللي بيقع ده اعملي بقى قدام الناحيه الثانيه من قدام ممكن عشان الكاميرا. لا مش الناحيه الثانيه. اوكي اوكي ايوه وليه يقعد يتاخد تعمل تاني. هي لازم يعني احنا لازم نوقع يعني نو واي ما نوقعش لان دي حاجه احنا بنعمل حاجه في الجناب يعني بس كاننا في البيت كده بس بنعمل كده وبعديها ممكن بنعمل بقى تفتفتي فتفيت فوق ممكن نعمل اي حاجه كده بسرعه بنفس الكريمه نعمل اي شكل. اوكي خطوه. طيب احنا كده خلصنا الفيلفت كيك. ممكن بقى نشيلها ونخش على تاني حاجه احنا عملها لكم النهارده. هنعمل كوكيز. كوكيز النهارده هنعملها بفيتراك وهنستخدم النهارده فيتراك تمر هندي. هنعمل لكم بيه كوكيز بطريقه مختلفه جدا وان شاء الله هينول اعجابكم. زي ما فكرتكم كل يوم هنعمل لكم حاجات من ضمن حاجات المطبخ هنعمل حاجه نستخدم فيها فيتراك. ايه بقى نزلنا المقادير يا رأي لو سمحت. اتفضل اتفضل. هنستخدم 200 جرام زبده وربع كوب عصير فيتراك تمر هندي وواحد وربع كوب سكر واثنين بيض وواحد كيس فانيليا واحد ونص كوب دقيق واحد كيس بيكنج باودر نص كوب شرايح شوكولاته. هنستخدم 200 جرام زبده وربع كوب عصير فيتراك تمر هندي وواحد وربع كوب سكر سكر واثنين بيض وواحد كيس فانيليا واحد ونص كوب دقيق واحد كيس بيكنج باودر نص كوب شرايح شوكولاته. يلا اوكي هات لي بقى العجينه. ايه بقى هتحطي ايه اول حاجه في ال هنحط الزبده دي عكس الكيك بقى مش محتاجه اضربها كتير. والله؟ عايزه المعلقه السيليكون يا حسين. اوكي زبده. حط الزبده بس يعني تلف معايا يعني مش عايزه اضرب كتير مش عايزه بقى الزبده تفرول معايا البسكوت. اوبا بقى هتفرم ايديها عادي. النهارده فقد تركيزي. عملت حركه معايا في البيت وانا بعملها اختي داست وانا وبكلمها دوست وانا بعمل الكيك فهي لونها احمر. ماما دخلت لقيت الحاجه كلها. يا عيني على مامتك. انا اللي عملتها. طيب كده ضربنا الزبده خلاص هي كده ضربه واحده بس تخف مني. هحط عليها السكر. السكر دايما الزبده والسكر بيتضربوا في الاول. يستحسن يكون سكر بني. سكر بني بس انا ما لقيتش. اوكي بيبقى احسن في البسكوت. بعديها هحط البيض والفانيليا. اوكي
بيض صفار بس ولا كل البيضاء؟ لا هو ده بس عشان حر، لكن هو كان صفار وبيض. ده كان اتنين. نحط بيضة وفانيليا. وفي حاجة تانية هتحط؟ هنحط بيضة وفانيليا ودقيق. اوكي. والديت راك. بتحطيه في الاخر التمرين دي؟ اوكي. اوكي. هنضربه ضربة كمان ونحط معاه بيضتين وفانيليا. اوكي. ادي البيضتين. وادي الفانيليا. الفانيليا لازم بعد البيض على طول. اوكي. بعدين عندي دقيق وعندي بيكنج باودر. دقيق وبيكنج باودر. دقيق وبيكنج قد ايه دقيق؟ ده هيعمل قد ايه؟ كام كوكي في البداية؟ هيعمل لنا كام كوكي؟ كام واحدة كوكي؟ لا كتير قوي. كتير. ده اكتر كمان، كان في لسه معايا. بس لغاية ما تبقى كده هنروح منزلين دقيق، نحط الدقيق والبيكنج باودر. البيكنج باودر كده ناقص لنا فيتراك تمر هندي. وناقص القطع الشوكولاتة الصغيرة. دي تحط جواها؟ تحط مع العجينة. والله؟ تقسم نصين كده. ده هو جواه ده بسكوت. اوكي فهمت. مع طعم التمر الهندي وهي بتسيح بياخدوا طعم بعض بقى، بتبقى حلوة قوي. اوكي. نحط ايه دلوقتي؟ هحط الشوكليت شيبس. افتح لك انا التمر الهندي. افتح لي بقى التمر الهندي. انت عايزه قد ايه من الازازه؟ عايزه ربع. ربع، اوكي. عايز اقول لكم الازازه دي بتعمل 12 كوبايه. حط. حط لغايه ما تقولي كفايه. ماشي، اوكي. اوكي. بس كده. هيقسم بقى الشوكولاته نصين، والتمر بقى هيبقى بين كل العجينه دي. اوكي، نطلعها بقى من ايه؟ احنا الوقت بتاعنا خلص. خلاص انا بس هوريهم بس بتتكور ازاي. بتتحط قد ايه في الفرن؟ بتتحط 12 دقيقة. اوكي، وايه درجة حرارته ايه؟ 180 بقى. اوكي. تطلع كده. دي مش الكوكيز بقى اللي هي اللي بتتشق نصين. دي كوكيز تانية عشان احنا دي ما ريحناهاش، مش عجينة وريحناها كده. بس هما بيبقوا كتير، يعني العجينة لسه فيها كتير، يعني تعمل صينيتين تاني من دي. هعمل ايدي كده. ده ايه ده؟ سكر ولا ده دقيق؟ دقيق. عشان ما يلزقش بقى. عمل قطع صغيرة جدا كده. دي بتفتح في الفرن. ورصوها بعيد عن بعض، لان ده هتفتح في الاخر. شيف شيف. وايه الصوص اللي فوق ده بقى؟ ده صوص شوكليت عادي. شوكليت، اوكي. بس ممكن طبعا لو عندنا ممكن الفيتراك ممكن برضه نحطه كده من فوق. اوكي. كل واحد بقى ومزاجه. كده. اوكي. ده قلنا بيخش الفرن لمده قد ايه؟ 12 دقيقة. 12 دقيقة. بيطلع كده. درجة حرارة ايه؟ بيطلع بيبقى طري شوية، الهواء هو اللي بينشفه كده. اوكي. رقي هات لنا بقى سفرة نورة النهاردة لو سمحت، فيها الفيلفت كيك وفيها كوكي تمر هندي بيتراك، حاجتين جداد ولطاف. ان شاء الله ينولوا اعجاب المشاهدين. يعملوهم وينولوا اعجابهم. بشكرك يا نورة، ميرسي على الحاجات الحلوة اللي عملتيها النهاردة. شكرا ليكي، بشكرك يا حسين. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم وفقرة هنتكلم فيها عن السيراميك، وهنتكلم عن سيراميك من أبا الذهب، وهيكون معانا النهاردة مهندسة ديكور أستاذة سلوى ثابت، هتكون معانا في الفقرة الجاية. خليكم معانا لو سمحتوا.